ولطالما كان التدخل القطري في الشأن الداخلي البحريني واضحا ويشكل تهديدا صريحا للأمن والاستقرار في المملكة، فقد كشفت الأحداث المتعاقبة منذ زمن بعيد سعي قطر المستمر لزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين عبر دعم الجماعات الإرهابية وتمويلها بشكل منتظم. إذا كان للإرهاب سند وعنوان، فإن توفير الدعم والتمويل له يبقى الخطر الأكبر والمحور الرئيسي الذي يجب استئصاله. فالدماء الطاهرة التي سالت على أرض مملكة البحرين والأرواح البريئة التي أزهقت جراء أعمال إرهابية بغيضة وممنهجة مولتها عناصر تتستر بالدين تارة وامتهنت السياسة للتغطية على جرائمها تارة أخرى، وهذه الدماء لن تضيع هدرا ولن تذهب سدى. ففي تفجير ستر الإرهابي في 28 من يوليو عام 2015 والذي أودى بحياة رجلي أمن وإصابة 8 آخرين أثناء أدائهم الواجب الوطني، كشفت التفاصيل عن شواهد التمويل القطري للإرهاب في مملكة البحرين من خلال تلقي الممول الرئيسي لهذا العمل الإرهابي مبالغ مالية في شكل حوالات منتظمة من رجل أعمال قطري بارز خلال الفترة من 2010 وحتى 2015. وما كشفته التحريات وأقر به المقبوض عليهم في هذه القضية الإرهابية بشكل خاص أدى وبشكل تدريجي إلى تحديد خيوط المؤامرة والجريمة بحق شعب ووطن. تمويل للإرهاب متعدد الأشكال والمصادر من الداخل والخارج. في 2012 كان توصلنا دعم مادي شهريا تقريبا من جمعية الوفاق. الدعم يوصلنا من له شيخ حسن عيسى منطقة واديان، كان يعطي المبلغ شهريا، يعطي جعفر، شخص اسمه جعفر طوق، جعفر إبراهيم طوق، جعفر إبراهيم طوق يوصل لنا المبالغ. بداية كشف الخيوط كانت بالقبض على المدعو حسن عيسى مرزوق 47 عاما، نائب برلماني سابق وعضو بجمعية الوفاق المنحلة، وذلك بتاريخ 18 من أغسطس عام 2015 لدى عودته من إيران، والذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن 10 سنوات في قضايا قتل عمد واستلام وتقديم التمويل لتنظيم إرهابي على خلفية تورطه كممثل لجمعيته المنحلة في قضايا تمويل العناصر الإرهابية وإسنادها بالأموال اللازمة لتدبير المواد المستخدمة في أعمال التخريب وأماكن إيواء العناصر المطلوبة أمنيا، وهو ما أقر به عدد من المقبوض عليهم في قضية تفجير ستر الإرهابي. لم يقتصر تمويل الإرهاب في مملكة البحرين على الداخل، وإنما كانت له أذرع خارجية من خلال دولة يفترض أنها شقيقة وجارة. فقد دلت التحريات والأدلة التي كشفتها إدارة التحريات المالية على قيام رجل أعمال قطري بارز يدعى محمد سليمان حيدر بإرسال حوالات مالية بصورة مستمرة في الفترة من عام 2010 وحتى عام 2015 إلى المدعو حسن عيسى مرزوق، وتم استخدامها في تمويل الإرهاب.
ولم يكن تمويل قطر للإرهاب في مملكة البحرين قاصرا على الدعم المالي للعناصر الإرهابية والقائمين على إسنادهم أمثال حسن عيسى مرزوق وغيره من الداعمين للإرهاب، بل ظل الدعم المعنوي واللوجستي القطري واضحا في كثير من الأعمال الإرهابية. وتبقى التساؤلات قائمة: متى تتوقف قطر عن دعم وتمويل الإرهاب؟ أليس تمويل الإرهاب وإثارة الفتنة والانقسام أكبر تهديد لحياة البشرية ككل؟ تبقى الإجابات مطلوبة، وإن كان الأهم منها هو الالتزام بالتعهدات والتوقيعات، مع التأكيد على أن ما أوردناه ما هو إلا جزء من علاقة قطر بالإرهاب في البحرين.